وأن من أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعربي والعجم والجن والإنس يفقهه في الدين سبحانه وتعالى، يمنحه البصيرة في هذا الدين في الإسلام، حتى يعلم ما أوجب الله وما حرم الله، وحتى يعلم ما يستحقه من الله سبحانه من الصفات، وحتى يعلم ما يجب عليه من طاعة الله ورسوله وما يحرم عليه مما حرم الله ورسوله، وحتى يعلم ما يجب لإخوانه من المؤمنين والمؤمنات، وحتى يعلم ما يجب عليه يوما من حق العباد والخلائق. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيكون بصيرا بأمر الله، بصيرا بحق الله، بصيرا بحق عباده، بصيرا بحق المخلوقات حتى من البهائم. عن ملذات الحياة وذكر طيب بعد الممات، إمام في التقى في الزهد أصل، ورمز للعلا والمكرمات، قرين للندى للخير بحر، وحبر في العلوم النيرات، دليل في المتاهات الخوالي، ونور في الليالي المظلمات، خليق الوجه ذو خلق ويلقى قبول الناس في كل الجهات. أقمت لبيضة الإسلام حصنا بأبواب عليها مصدات، وسدا كنت عن فتن تهاوى علينا في السنين الماضيات، طلب وجد ونصح للرعية والرعاة، أراك شغلت في أمر عظيم، وقد شغل الورى بالملهيات، وقد شغل الورى بالملهيات، شيخنا بالباقيات، فأن الكون ساعة قيلة عا، تبدل بالدروب الطيقات، عليك من الأسى والحزن ما لا يسطر بالحروف الناطقات، كأن قبل موتك ما فجعنا ولم نذق الكؤوس الناقعات، كأن الناس ما عرفوا مصابا وما خبروا تصاريف الحياة، أرى سحب والأسى في وجوه غاديات رائحات، فيا الله كيف حواك قبر، وكيف أحاط معسول الصفات، والله قد مات ابن باز في الثرى بعد الوفاة، فما ماتت مآثره لدينا، وأفضال علينا سابقات، سيبقى ذكره في كل جيل مثالا للمشايخ والدعاة،
سيبقى ذكره في كل جيل جلالا للمشايخ والدعاة. لقد جل المصاب فمن نعزي. فكل الناس فيك ذو شكاتي. فكل الناس فيك ذو شكاتي.